تعالوا تعالوا هذه الغابات ليست في سويسرا أو في أمريكا، إنها الأشجار اللي تغطي جبال منطقة الباحة، زمردة المملكة بأشجارها الخضراء الداكنة التي تحيطها الغيوم. الكثير من السياح يتفاجؤون من التنوع الجغرافي الموجود في المملكة، وما يفاجئهم أكثر هو عجائب تاريخها. تزوجت وطلعت للشرقية، طلعت لدبي، إيه؟ تحسفت صراحة. لو داري فيها الأجواء زي كذا والله لخلي شهر العسل هنا، وما لهم حقين الخليج يجون. وش عجبك؟ وش اللي شدك؟ الأجواء، في حدايق، وبالذات جو خاص للعوايل. والغابات بعد الجهاد. أنا خلاص مستحيل أطلع من الغابة ذي لين يطفون اللمبات. لو جت ساعة واحدة قالوا لي يطلع طلع. تزخر منطقة الباحة بالعديد من المواقع الأثرية والقرى القديمة واللي تضم جدرانها ألف حكاية وحكاية. وأكثر ما يميزها هو الحصون الثرية بالبناء الفريد.